واحد شعبي أستاذ شعبي في جامعة الأهلية، جانا واحد طالب قال يا أخواننا أنتم بتقولوا لنا إنه ما في حاجة اسمها زواج عرفي. أستاذنا ده الشعبي ده قال جوز لنا الزواج العرفي. الزواج العرفي ده ما في أي شرط من شروط الزواج، بس الشرط الوحيد إنه عجبتك، بس عجبتك وتقعدوا لكم ثلاثة بيجاي تقطعوا لكم ورقة فلوسكاب واثنين قزازة بيزيانوس، ها واحد تلقاه شال له ورقة ساكت وزميلهم لا ولي لا أي حاجة، يقوم يكتب فلان يتزوج فلانة، وبعد ما يشرب البيزيانوس وداك صدق فات، أو هو مستهبل لكن غشوا البيت ومشوا ويمارسوا نفس ما يمارس داخل الزواج، ها من العلاقات الزوجية عرفتها، وبعد ذاك يجي راجع ها وداي شرط لهم الورقة، أو لو ما شرطها في النهاية ده ما زواج ذاته، ده اسمه زنا. في واحدة مرة شغالين محاضرة قالت يا أخي أنا متزوجة عرفيا، ولما عرفت إنه الكلام ده باطل قالت يا أخي أنا الزول ده هل أنا بسأل الآن هل بيربطني معاه حبل؟ بيربطني معاه ده سؤال كده، قالوا لا خيط ما عندي، خيط ده زينة ساكت ها. يعني الآن الشعبيين دايريننا إنه الواحد تجي البيت تلقى فيه واحد مع أختك، تجي تلقى فيه في ذكر جديد في البيت، يا ناس الحاصل شنو؟ تقول لهم والله أنا عقدت قبيل بس فلان ده لاقاني في المواصلات وعقدنا ساي كده بس. لو في واحد شعبي بيقول بالكلام ده والله بس وصف لي رقم البيت والقطعة بجوجل إيرسي بجيك، بس وصف لي القطعة بتاعتكم، مش قلتوا حلال؟ تعالوا خشوا. وهل الكلام ده ثبت بآية ولا بحديث صحيح وحديث أحاد ولا حديث متواتر ولا كيف كده؟ ورونا الفقه بتاعكم ده، فرصة مفتوحة للمداخلات كده، شجعوا كده، شجعوا مرة من الدهر يكونوا رجال. ها لسه في طور الشرنقة مش؟ طيب ما بخليهم والله، إن شاء الله لما تخش، ولو ما خشيت برضو مشكلة زي ما قال لك فرفور في الحالتين ضايع. طيب